عن الفرق، قلنا يا باشمهندس في مشكله دلوقتي احنا هنواجهها الفتره الجايه. شركه سياج قاعده معانا وفي شركات ثانيه داخله معانا، احنا لو ما فتحناش على نفسنا موضوع البي اي ان احنا كده سمعتنا هتبقى واقعه. يعني بمعنى ان الشركات الثانيه بتنفذ بي اي ان واحنا لا، احنا كده مش هينفع يبقى لنا قيمه. وقلت له احنا شركه مولين عرب، يعني الشركه المفروض ليها يعني ليها سمعه وليها ومعروف على مستوى العالم، يبقى ازاي شركه زي دي بتنافس طرق تقليديه وشركات ثانيه بتنافسنا؟ فطبعا الموضوع ده فيه منافسه كبيره جدا. فمدير الفرع قال لي طب شوف، قول لك يا حاجه، حاول تعمل موديلنج للابلاج واعمله وخلصه على ليفل وصدره على ميدس ووركس، ورينا كده يعني حاول شغل معين من بي اي ان عشان نعرضه على رئيس مجلس الاداره، لان الموضوع ده يعني حاول ان هو يتكلم فيه، بس برضه لسه في نوع من يعني مفيش اي طريق كامل، لازم هنواجه مشاكل ونواجه عقبات. الموضوع مش سهل ان هو يتطبق في مصر عامه. ليه؟ زي ما قلت لكم برضه عندنا عقليات لسه برضه ملتزمه بالنظام القديم، مش عارفين العالم حوالينا بدا يجري ازاي والدنيا بتجري ازاي. كله في الاخر عايز حاجه معينه، الماتش هيخلص. طب هو هيخلص بس هيخلص بخزاين، احنا ليه نخلصه بخزاين؟ ما احنا ممكن نوفر علينا الخزاين دي ونخلص احسن وهنطلع بجوده افضل. يعني احنا ليه ملتزمين احنا نخلص الماتش قبل ما نخلص؟ المهم ثلاث ابراج ورق، دي ابراج معموله بالريفل، هي ده احنا كنا عاملين السند الاول بالعماله القسطنيه، هما دول الثلاث ابراج المفروض هنعملهم هناك في منطقه اسمها ال ودي 8 اخر. الثلاث ابراج ورق عباره عن بدروم بدورين وفي الاخر حوالي 35 دور لكل برج. الثلاث ابراج طبعا دي طريقه يعني كنت بقول لهم طريقه التنفيذ شكلها ازاي، مثلا حضرتك مثلا بالستريب فورم وهيبقى فيها بلاش فوق وهيبقى فيه تيبل فورم مثلا هنصب فيها خلطات كنوع. طبعا هو طبعا المهندس هناك لما شاف الكلام ده ايه ده؟ يعني دي ميه حقيقيه ولا ايه بالظبط؟ هو طبعا برضه لسه الموضوع فكره بالنسبه لهم جديده، مش عارفين ان الموضوع ده خلاص يعني فكره لازم تتطبق اكشن. فالمهم دي الثلاث ابراج بشكل خلصاني، ودي طريقه التنفيذ بتاعتها، ده الستريب فورم ودي الارناش ودي الطريقه اللي هنصب مثلا بيها الخرسانه. ده كل ده كمسك ستيتمنت بنحاول نشوف ايه الطرق اللي هننفذ بيها. طبعا في طرق كتير جات لنا شركات كتير زي شركه ابرو وشركه شركات ثانيه متخصصه بالشداد عشان تعرض علينا الطرق المناسبه في الموضوع ده. موديل معمول على ميدس ووركس، معمول فيه ثلاث ابراج بحركه الارناش، وهتطلع كل قد ايه وهتعمل ايه يعني طريقه العمل في الموقع هتتم ازاي. ده اتعرض امبارح على عضو مجلس الاداره في الشركه عندنا، وكان يعني الحمد لله نال اعجابه جامد لدرجه ان هو كان عايز ان انا ما اجيش النهارده عشان احضر الاجتماع بتاع الشركه، بس المهم في الاخر جه. دي صوره عملتها برضه على انفرا ووركس. دي المراحل او الطرق بتاعت مدينه العالمين، احنا بادئين مرحله 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 الطرق، وبعد كده في كباري او اسمها الكتاس، وفي ابراج وفي فندق وفي ابراج عندنا كده. تمام، دي شكل الطرق اللي احنا هنعملها هناك. طبعا هي مش شفتها رسم، هي فكره مش رسم. الموضوع ده لما طبقناه على الانفرا ووركس انا ما رسمتش، يعني الفكره ان انا ايه مش عملت طريق وده فيه مهل وشجر وحاجات حلوه، لا الطريق وهو بيترسم من ستيشن كذا لستيشن كذا، فبيبقى عارف على الطريق على الانفرا ووركس ان الطريق ده اخر ستيشن كذا ستيشن كذا، وبعرف منه وهو ساعدنا في الموضوع ده كميات الحفر والرد اللي هتعمل في المنطقه دي. ليه؟ الانفرا ووركس لما بيجي يرفع اي منطقه انت بتحددها على الكره الارضيه مش بيرفعها ايمج، هو بيرفعها بالتضاريس بتاعتها، فبيعرف ان المنطقه دي عاليه واطيه نازله منخفضه في التضاريس بتاعتها شكلها ازاي. فبالتالي لما نعرض عليهم الكلام ده قلت لهم يا جماعه خلي بالكم، واحنا بنعمل الكلام ده عندهم الطريق ده اللي هيضطر ان هو ينزل كده عشان الطريق ده فيه كميات رمل مثلا كتير او طريق اعلى، يعني لو تلاحظوا ان الطريق ده مثلا اعلى من الطريق ده، فبالتالي الطريق ده هينزل، وبالفعل اللي يشوف الطريق ده على الارض الواقع هيلاقي فعلا ان الارض نازله بالشكل ده. ده شغل بريدج معمول برضه بالخوازيق بتاعته، طبعا الكلام ده بيتعمل برضه على الاخر وممكن تشتغل فيه هنا، بس الانفرا بوكس دي طلعه بشكل شكل موديل، لا احنا بنعمله على الريفت وبنسطح وبنعمل الخوازيق بتاعته ويصدر على طول على الانفرا بوكس، هيبين لك الموديل بشكله الحقيقي.